كانت القصة العظيمة التي كتبها أسود الأطلس بمونديال قطر بوصولهم للنصف النهائي تحتاج لنهاية عظيمة. حظي لاعبي المنتخب الوطني بمسيرة شرفية تمتد من مطار الرباط سلا إلى القصر الملكي بالرباط على متن حافلة مكشوفة لتحية حشود تقدر بالآلاف جاءت لمشاهدة الأبطال. وخلال حفل الاستقبال وشح صاحب الجلالة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم بأوسمة ملكية قبل أن يتم تقديم هدية تذكارية إلى الملك محمد السادس. ونالت الصورة الجماعية التي تم التقاطها رفقة الملك بحضور أمهات اللاعبين على الكثير من الإعجاب والتقدير. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.